الكائن الباقي والصلاة والسلام على معلم الناس الأخر الخير والإحسان القائل في سنته الحميدة مما تدنا عرضه فهو شهيد، مما تدنا مالي فهو شهيد، ومما تدنا وطني فهو شهيد، وعلى آله وأصحابه أعيان. أيتها السادة الأفاضل، أيتها السيدة في الكريات، جئت كمواطن بالإيمان المخلص لأنحالي في هذا الحفل التذكاري للحركة الكشفية الجزائرية، وما أدرك ما الحركة الكشفية الجزائرية في إشعال ومساندة الثورة مسار الثورة الجزائرية في أذن الكفاح المسلح ضد الاستعمار الفرنسي. وهذا الحفل التذكاري كما تعلمون مرتبط ارتباطا عميقا بتاريخنا المجيد، وكما قال مولود قاسم بن القاسم رحمه الله عليه في المؤتمر السادس للتعرف على الفكر الاسلامي الملحق في الجزائر العاصمه سنه 1972. اذا كانت المعرفه شرطا اساسيا لوحده الشخص وسلامتها بالنسبه للاطراف، فقديما قيل ان التاريخ ذاكره الامم، وهذا صحيح، لان تاريخ الجزائر هو تاريخ مجيد ومرتبط بكل من شارك في هذا تنجيل هذا التاريخ. وما علينا اذا نحن شئنا ان نعرف قيمه التاريخ الا ان نتذكر حياتنا مغفره منه تماما. فلا الحروب ولا الزلازل ولا الاوبئه المختلفه تستطيع ان تهدم المدنيه كما يهدمها فقدان التاريخ من حياتها. ولهذا بحضور هذه الوجوه البارزه اتوجه بالشكر الجزيل الى الفوج القشري المحلي على تنظيم هذا الحفل التذكاري، واحييهم فيما قدموا من التزامات جذابه في تحويل وارشاد الشبيبه المحليه، وعلى حملاتهم التطوعيه وخاصه في غضون هذا الوباء. وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله.